ازيكم؟ النهاردة هنعمل أكلة أغلبيتنا كلنا بنحبها، الأغلبية طبعا. هنعمل عكاوي، طاجن عكاوي. هنعمله من أوله لآخره، تمام؟ احنا أول حاجة هنا عندنا عكواية غسلينها كويس ومنظفينها كويس جدا. وخلي بالكو ان العكاوي، الكرشة، الفشة، الحلويات بتاعة العجل دي لو مش مغسولة كويس صدقوني هتقرفوا تاكلوها تاني، هتبطلوا تاكلوها، مش هتحبوها اصلا. فاحنا هنا النهاردة احنا غسلنا غسلة كويسة جدا ونقعينها في دقيق وبرتقان وكده علشان خاطر يعني تديكوا الطعم الحلو وما يبانش فيها طعم زفار. اول حاجة هنا عندنا هنجيب، هنشوحها الاول، نعمل لها صدمة. هنا دي معلقة زبدة، وهنقطع بصلة ونحطها معاها. احنا كده قطعنا البصلة، وقطعنا جزرة، هنشوحها، هنحط معاهم العكاوي كلها. نحطينا العكاوي تتشوح مع البصل والجزر. نسيبهم ياخدوا صدمتهم كويس جدا. دلوقتي هي بتتشوح، هنحط عليها وحدتين قرنفل، مكعب مادي، رشة قرفه، ربع معلقة كزبرة، ربع معلقة فلفل اسود. مش عايزين نكتر علشان خاطر ما تغمقش مننا. طبعا طبعا انتوا عارفين انا بحب احط على اللحمة ربع معلقة سكر كده عشان بتسهل في السوى وبتحلي الطعم. بصراحة احنا هنا هنحط ربع معلقة سكر. هنسيبهم لسه بقى يتشوحوا شوية بعدين نحط المية السكر. شايفين المنظر؟ طبعا مش قادرة اقول لكم على الريحة بصراحة، يعني حاجة فيها يعني تفتح النفس تتاكل زي ما هي كده. وطبعا احنا عارفين ان اي لحمة ما يتزود لهاش مية باردة، بتحط لها مية مغلية. هنقلبها ونسيبها بقى لحد ما تستوي خالص. بصوا شكلها حلو ازاي، احنا لسه مزودين لها مية سخنة، هي بس بتحب تشرب مية كتير يعني، فاحنا لسه مزودين لها مية سخنة وهنخليها تكمل سوا. وتعالوا نجهز الطواجن بتاعتنا، يلا بينا نجهز الطواجن على ما العكاوي تستوي. تمام، احنا هنا عندنا بصل متقطع مكعبات صغيرة، وجزرتين متقطعين، عندنا فلفل اسود وكزبرة، زبدة، عندنا بطاطس متقطعة مكعبات، طماطم مبشورة، وعليها بالظبط 4 فصوص ثوم، مش هنزود عن كده. احنا هنا البطاطس بنقليها، انا بحب اقليها عشان تدي طعم كده القرمشة مع السوى، ما تبقاش كأنك بتاكل بطاطس مسلوقة يعني. فاحنا هنا هنقلي البطاطس وهنرجع لكم تاني. احنا هنا كده حمرنا البطاطس بالشكل ده مقرمشة، لما بتستوي في الطواجن ما بتبقاش كأنك سلقها في طماطم وبصل، لا كريسبي كده، حطت عليها الصوص بتاع العكاوي. احنا كده هنظبط الطواجن بتاعتنا. بصوا العكاوي كده دلوقتي دخلت في النص السليق، في النص السوا. بصوا يا جماعة شكلها عامل ازاي، بجد يعني الريحة مش قادرة اوصف لكم، والدسامة بتاعت الشوربة حاجة يعني نظيفة جدا. احنا دلوقتي كده هنطلعها من الشوربة ونحطها في الطواجن ونوريكم، يلا بينا. انا رشيت عليها رشة جوزة الطيب، طبعا اللي مش عايز رشة جوزة الطيب عادي ممكن يستغنوا عنها عادي جدا،
بس بتدي طعم فظيع. انا هنا حاطه في الطاجن حته ليا مع حته زبده، هنحط كده. دي عكوايه كامله، دي عكوايه كامله. طبعا انتوا بقى ايه وراحتكم، عايزين تحطوها كامله، عايزين تجيبوا نص عكوه، براحتكم. كل حاجه بتتباع وكل حاجه متاحه يعني. هنا بقى هنحط شوية بطاطس، هنا شوية بطاطس هنا، وبعد كده هنحط بصل وجزر. نحط البصل كل ده، اتفرجوا بقى هيستوي بقى مع بعض جوه في الطاجن. هنحط الجزر، وهنا الطماطم، ومعاها 4 فصوص ثوم. احنا حطيناهم كده، وطبعا الشوربه بتاعتنا متملحه، فيها ملح وفيها فلفل اسود وفيها كل حاجه. احنا هنحط بس شويه من الشوربه على الطواجن عشان تستوي براحتها، الشوربه تتشرب كده اصلا من غير اي حاجه. تمام، احنا حاطين زبده، فمش محتاجين نحط حاجه. هنغطي الطاجن وندخل الفرن. احنا كده لفيناهم وهندخلهم الفرن ونسيبهم يستووا براحتهم، يكملوا سوا والخلطة كده تتظبط مع بعضيها، ونطلعهم ونشوف النتيجة ايه. وده شكل العكاوي بعد ما طلعت من الفرن. انا مش عايزة اقول لكم يا جماعة بجد، يعني ان الريحة والشكل والطعم حاجة كده فخمة يعني. جربوها بجد، احلى من اي مطعم، واجمل بصراحه من اي مطعم. طعمها حلو جدا. بصوا دايبه ازاي، دايبه قوي، ومعاها شويه بقى رز كده بشعريه وشويه سلطه زي بتوع المطاعم كده. هنعمل لكم يوم للمقبلات للسلطات كلها، بس بجد بجد الطعم يعني والريحه حاجه ما وصفتش. لو عجبتكم اشتركوا في القناه، ويعني جربوها وقولوا لي. انا هستنى رايكم. دايبه خالص وبالف هنا وشفا.